بسم الله ما شاء الله. 625 بسم الله. بدأت رفعت. بسم الله. الحمد لله. انجز احمد وتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة ويلك. الله المستعان. كم؟ غريبة نزلوا وضربوا بعدها بشوية. اصبر بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. انسى الزعاج يا ما شاء الله. ما شاء الله عودة 203 كيلو تبارك الله. الله يكتب الخير لكم يا رب. خليك عندك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كرتني. اصبر دلوقتي يا احمد. اصبر يا حبيبي. استنى استنى يا احمد.
ما شاء الله، أربعة هم خمسة ستة ما شاء الله. بس يا يوسف ما شاء الله تبارك الله. السيف جت يا أبو عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طير طير ترجع اهو، ولا مش تبعنا ده ولا ايه؟ تبعنا تبعنا. أرب... ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، أفضل تحضير اليوم تبارك الله تبارك الله تبارك الله. حبيبك جا اهو، أحسن أحسن مستوى. خش الطير ده غريب اللي نازل ده، في طير غريب يا أحمد مش تبعنا ده، هو وقفته غريب. ما شاء الله تبارك الله. الحمام خايف من الظهر على فكرة يا أحمد، كله نازل على التراب النهاردة، كله نازل على التراب. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك ابو يامن. استاف جت اهي، ولم الاكل لم ال والله الظهر ده علمهم الادب. ما شاء الله الله يطرح البركه. ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة يا رب. اليوم حضور سباق 203 كيلو عند الأخت البطل أبو يامن أحمد مجدي، وطبعا شفنا التحضير ما شاء الله النهاردة ما شاء الله كويس، جالنا نسبة كويسة جدا من الحمام ما شاء الله. طبعا الاستقبال كلفة خفيفة،
تمام. عبارة عن شعير، ما فيش مكونات كتير يعني. احنا شوية كده وبنبدأ بقى نديهم بذور، بنشكل لهم تشكيلة خفيفة برضه لحد العصر كده. ممكن تديهم ايه، كلفة خفيفة على نص وسط. لو السبق كان قوي بتديهم خفيفة العصر برضه، السبق متوسط تديهم نص خفيفة ونص تقيل. وطبعا المية هيبقى عليها الالكترولايت او اي معوض يعني فيه الالكترولايت، املاح وسكريات. تمام. طبعا الحمام بيوقف كامش، ده طبيعي بعد العودة من تمارين كبيرة او السباق. ما على الظهر كده بتبدأ الامور تزين والحمام بيبدأ يفوق، يبقى في حالته الطبيعية. العصر مبيبقاش فيه اي حاجة. دلوقتي احنا بنحط المعوض بس، ساكرولايت الكترولايت. تمام. واخر النهار ممكن نحط الاحماض الامينية ولو عندك مثلا اللي هو البروتين او عندك الهيمولايت يفضل تحطه، بس العصر مش دلوقتي. تمام. مفيش مثلا عندك منتج فيه بروتين او ما عندكش الهيمولايت، ممكن تحط الخميرة او الاحماض الامينية. تمام. طبعا على الكلفة. وبتيجي تمسك الحمام بالليل بتلاقي اموره تمام والزرق بتاعه كويس. طبعا هتلاقي دلوقتي اسهالات بعد العودة، ده شيء طبيعي ما تقلقش. ده الطيور بتطلع العادم اللي جوه جسمها بعد المشوار والمجهود. طبعا زائد ان انت بتبقى يوم التسليم مودي الحمام مش واكل، فطبيعي ان ما يبقاش فيه زبل مكور يعني. مبروك ابو يامي، البطل احمد نجدي معانا اهو. الله يبارك لك يا بطل، تسلم ايدك ما شاء الله تبارك الله. ده كان فيديو اليوم بقى، حبينا نمتعكم معانا في حضور السبق، وربنا يبارك للجميع يا رب. ما شاء الله لمينا نسبة كبيرة جدا من الحمام ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. وقبل ما نفرح للجميع وكل حبايبنا يا رب. طبعا الطيور جاية عطشانة، تيجي تشرب الأول. بعدين حطينا الكلفة برضو نظام رش، ما تحطش الكلفة كاملة يعني، نظام دفعات كده، كف بكف كده، تمسك شوية بإيدك وترشه. تمام. ما تكبس على الحمام وهو جاي، ما تقولش استنى ما اكلتوش يوم التسليم فنديله دلوقتي، لا لازم شويه شويه وتدريجي في الاكل، عشان الهضم بيكون لسه مش في حالته. الجهاز الهضمي بيكون طبعا تعبان من المشوار تمام والمجهود اللي الحمام عامله، فبلاش نكبس على الحمام، ما تديلوش الكلفه كامله. احنا هنديله دلوقتي تقريبا ربع كلفه تلت كلفه بس. العصر ياكل كلفته عاديه خالص، وزي ما قلنا السبق لو كان مجهد او الحمام جاي تعبان بتديله كلفة خفيفة الصبح واخر النهار. بس اخر النهار هنزود له بقى الكمية، بيكون الامور زانت والحمام بدأ يفوق والجهاز الهضمي بدأ يظبط معاك. هتيجي تبص تلاقي العصر الزرق كله بتاع الحمام او الزبل بتاعه وخلاص بدأ يظبط وبدأ يكور وكده. هحاول اجيب لكم اي زرق بتاع حمام دلوقتي واوريكم شكله عامل ازاي، اللي يشوفه يقول ده الحمام تعبان، لكن هو ما فيهوش حاجة. في واحدة ايه ايه شايفين، ده كله شيء طبيعي، لان طبعا الحمام اللي بطنه فاضيه مفيش فيها اكل، فطبيعي يبقى كده. اول ما يبدا ياكل ياخد المعوض تمام، بيبدا بقى ايه الحمام بطنه تمسك والزبل بتاعه يكور وتبقى اموره تمام. ف ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. كان معكم اخوكم فلان محمد عاصي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.